اتفضل يا استاذ زهر. ادي الحقنه وادي السرنج وادي القطنه. ما عندكش سبيرتو؟ ده انا عندي ازازه الكولونيا مليانه اهي. ماشي. قطن تاني كتير اهو. بص اي قطن تاني ومعايا سرنجه زياده كمان اهي. تسلم ايديك مقدما. اديني بكره خيط حمراء وواحده سوداء. مفيش دلوقتي بكره يلا. يا انا مش شايفاها قدام عينيا اهي. يا ست الالوان دي شحن عندي توكلي على الله بقى. يا اختي ايه مالك؟ انت هتحققي معايا اتوكلي على الله. طب يا اخويا ما تزقش. يلا يلا يلا. يلا مشغول. طب يلا 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 مشغول اه مشغول يا اخي مشغول قوي يا اخي. يلا مشغول. ايه ده انت بتقفل باب المحل ليه؟ اصل انا قلت برضه استاذ زهر يعني ايه وانت بتديني الحقنه يعني ممكن يعني زبون يخش ولا حاجه ايديك تعش ولا حاجه يعني. هات الكولونيا والقطن. والقطن اسود؟ دي كانت بتديني حقنه يا ولاد. حقنه؟ حقنه اللي بتديها لك وانتوا قافلين عليكم الدكان؟ دي باين عليها حقنه شرجيه يا روح امك انت وهي. انت فهمتي غلط، انا والله العظيم كنت بديله حقنه، الحقنه حتى اهي لسه في ايديا. بنت شغل الثلاث ورقات ده مش عليا، انت فاهمه ولا لا؟ ايه قله الادب دي؟ انا قليله الادب يا سفله يا بتاع شغل. ايه يا روح؟ يا وليه يا كابتن بتديني حقنه؟ يا وليه يا بنتي؟ يا وليه 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 يا مش متربيه؟ ايه اللي حصل ست كيداو؟ يرضيك يا سي خليل جوزي البه المحترم والست الهانم اختك اخش عليهم الدكان الاقيهم قافلين عليهم الباب ولا بتديله حقنه؟ ايه؟ كده؟ طب تعالوا قدام يا بنت تعالوا قدام يا رحيم يا رحيم صايع امشوا قدام امشوا قدام يا صايع يا بتاع النسوان والله يا كانت بتديني حقنه. خش يا صبحي يا صبحي ايه اللي حصل يا اخويا؟ الولية الواطيه مرات عباس الخردواتي دخلت عليا وانا بدي له حقنه في المحل افتكرت ان هو بيعاكسني راح ضربوني. وانت بنت ايه اللي حصل جوه الدكان يا بنت؟ اوعي يا شيخ اتنين ده انت سبتني على الدهب. انا مش فاهمه يا حتى في دماغها ليه ان انا عايزه اعلق منها الراجل المعفن ده. يا اختي خليها تتلهي دي وليه مجنونه دي اخرى. ايوه امال ايه مجنونه؟ هي كانت تلاقي حد يشمها؟ اه امتى نخلص من القرف اللي احنا فيه ده؟ كنا ممكن نخلص من زمان لو الهانم دي وقفت على الراجل العربي اللي كان متقدم لها. انت كنت لازم تطلبي عربيات كتير كان زمان دلوقتي متسطره في قصر بدل ما متسطره جوه دكانه. خش 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 يا واد. مش كده يا واد. ايه هو الراجل اللي عايز يتجوز ده لازم يتجوز واحده صغيره؟ انا اول مره اعرف ان الطيارين عندهم مشاعر واحاسيس كده. ليه هم الطيارين مش زي كل الناس؟ انت مصره تروحي بيتك دلوقتي؟ اشمعنى؟ انا لسه ما اتغديتش. ايه رايك نروح مكان نتغدى سوا؟ اه تقصد نتعشى؟ نتعشى نتغدى المهم نكون مع بعض. للاسف اصل والدتي ست كبيره وعيانه لازم اديها الدواء هتطلع الاكل. انا متشكره قوي. يجعله بالشفا ان شاء الله. ما دام من ايديكي يبقى بالشفا ان شاء الله. ممكن بقى اطلب منك طلب بس ما تكسفينيش. ماشي اؤمر يا حاج. افتحي علبه الشوكولاته الغاليه دي واكبشي منها حبه. عشان خاطر عيونك انت بس. مع اني ما لقاش في الشوكولاته خالص. الله الله الله. ايه يا بنت اللي بتحطيه في جيبك ده؟ شو مات يا روحي؟ شو هات اللي بيديك؟ ده الحاج قال لي اخد شوكولاتاي اخدت واحده. يا ساتر يا ساتر يا رب. مش تخبطوا على الباب ولا تقولوا احم بدل ما تدخلوا زي القضا المستعجل كده. كيفك اليوم يا حجي؟ لا بتقبر عيوني انا شايفتك تاخد العقل. ما شاء الله ما شاء الله انت كل يوم احسن من اللي قبله. يلا يا حبيبي شد حيلك عشان تخرج من المخروبه دي. انا جبت لك معايا الاكل اللي بتحبه. لا 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 معلش لا كله للاكل بقى يعني هو ما ياكلش غير اللي كاتب عليه الدكتور بس. نعم انت حبيبتي مش خلاص اديتيله الدواء مستنيه ايه؟ ما تتفضلي بقى من غير ما ترد. الله انت كمان هتتدخلي في شغلها.
شو حبيبتي؟ ما عندك مرضى غير الحجي؟ روحي شوفي شغلك. أما والله عجايب، أنتوا هتفهموا في شغلها أحسن منها؟ بقول لكم إيه؟ اللي عايزة تقعد منكم هنا تقعد ما تفتحش بقها، مفهوم؟ بالراحة يا حاج فرج، النرفزة عشانك مش كويسة، الجرح لسه ما قفلش. لا تقبريني، نحن بس ما بنعطلك. طب ممكن تسيبوني بس أعدل المخدات؟ ده بعد إذنكم طبعًا يعني. أعدلي، أعدلي يا زهرة زي ما أنت عايزة، سيبك منهم. شهد على الفترة، أنا كنت عملت إيه في دنيتي يا رب؟ ممكن بقى تتفضلوا في الصالون؟ البنات عايزين يشوفوك. تعالوا يا بنات، يا بنات تعالوا بسرعة، شوف أبوك. يلا يا حبيبي، يا حبيبي، يا حبيبي، لو عوزت حاجة ابقى اضرب لي الجرس. تعالي هنا. عجبكم كده؟ اديكم زعلتوها. مين بقى اللي هيديني الحقن بعدها؟ زهرة، زهرة، صباح خير. صباح النور. اخبار الحاج ايه النهارده؟ كويس الحمد لله. ايه مالك، في حاجه؟ مفيش. الله، مش عوايدك يعني، انت على طول حتى بتبقي مبتسمه. انا مش فاهمه ليه ست حليمه وست فهيمه مصممين كل ما يشوفوا خلقتي يدوني كلمتين في جنابي يسموا بدني. انا كنت عملت لهم ايه يعني؟ بيغيروا منك يا زهرة. يغيروا مني يا حسره على ايه؟ هو انا فين وهم فين؟ انت فين وهم فين ايه؟ اصل عدم المؤاخذه الجمال والحلاوه ما لهمش اي دعوه بالفلوس. ويخافوا مني ليه؟ انا كنت عامل لهم ايه يعني؟ يعني الحاج اصله له سوابق خصوصا مع الممرضات، فما بالك بقى لما تبقى واحده زي القمر كده. رد مستشفيات كتير يعني، وهو بقى بسلامته داير كده يتضرب بالرصاص. يخرب عليك يا زهرة، دم الشربات. كتر خيرك، عن اذنك. استني بس، هو عدم مؤاخذه الاختين الحلوين هناء وشيرين جوه؟ امال انا خرجت من الاوضه ليه؟ طبعا كرشوني. تقور قلبي يا حجي، اشرب العصير كله. لا يا حبيبي، استحمى على كده، اوعى. خد من ايدي الحقنة يا منتصر. خد يا حاج، خد اشرب، اشرب من ايدي. تمام، من هون تقبرني، تقبرني. تقبرني انا بقى؟ انا بقى تقبرني مرة؟ يا منتصر، خلصني مرايا وسكينة، دول عايزين يسموني. لو سمحتوا يا حضرات، عايز اتكلم مع الحاج في شوية شغل كده. يا سلام، ما تتكلم يا اخويا، وانت تتكلم قدام حد غريب؟ ده احنا مرطاته. ايوه مرطاته. وانا من امتى ان شاء الله بتكلم في شغل قدامكم؟ يلا كتر خيركم، مع السلامة. خلونا نتكلم في شغلنا، الشغل متعطل. يلا يلا يا بنت تيوهي. العصير يا حجي. من هنا والشفا، اشربوا انتوا بس، اقفلوا الباب وراكم. مثل ما بدك. يا ساتر. ايه رأيك بقى في التصريفة دي يا حاج؟ عاملين زي العمل الراضي. المهم، عملت ايه مع ولاد الأبلسة دول؟ كله تمام يا حاج، التلات مخازن بقوا فحمة. الله ينور. والشغل كان نظيف؟ انضف من الصيني بعد غسيله يا حاج. عشان يبقوا عبره لغيرهم. ورضيت الرجاله اللي اشتغلوا؟ كلهم مبسوطين يا حاج وبيدعوا لك. لا بالحق يا حاج، الزهره الجميله كانت واقفه بره متضايقه، هي خرجت ليه؟ طفشوها ولاد الهرمه. يا حاج انا عايزك ما تغوطش في الموضوع ده قوي، مش ناقصين وجع قلب. احنا حاج باذن الله عايزينك تخرج من المستشفى هنا وايدك فاضيه. خليك في شغلك، انا حر، اعمل اللي انا عايزه. ايوه حاج، بس انت سوابقك كترت قوي في المستشفيات. غصب عنها منتصر، مش قادر، قلبي مش يحتف عليها. هو ده اللي انا كنت خايف منه وعامل حسابه يا حاج. لا ما تخافش، ان شاء الله اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. قال لي قول لي، الواد ماجد ده بقاله كام يوم غطسان محدش بيشوفه، ما تعرفش راح فين؟ عندك حق. شفتيه؟ شفت يجنن، زوج حلو قوي، كل حاجة فيه تجنن يا نوال، شخصيته، لبسه، ضحكه. مش عايز أقولك لما عينيه بتيجي في عينيه، يا لهوي، ده الراجل اللي بحلم بيه طول عمري يا نوال. بس بصراحة ناقصه حاجة. إيه؟ فلوس الحاج فرج. الحب عندي أهم من أي حاجة، وبعدين خلي بالك ماجد مش ميح يعني. طب هتعمل إيه مع خليل أخوكي والعريس الخليجي اللي كان جايبهولك؟ غير هو ما فكرنيش بالشبح اللي دخل عليا. يا بنتي ده في ناس كتير بيتجوزوا بالطريقة دي وبيصمموا ياخدوهم معاهم ويسافروا. بصراحة الراجل ملحقش يقولي حاجة خالص. صدقيني، أنا واحدة قريبتي عملت كده،
عمل لها البحر طحين عشان تسافر معاه. وبعدين اللي حصل؟ اول حاجه يا ستي راحت هناك لقيته متجوز ثلاثه. يا نهار اسود. ثانيا شغلوها زي الخدامه، وطبعا هو لما خد مزاجه منها طلقها ورجعت لنا بشنطه هدومها. يعني ابن العفريته ده كان عايز يعمل معايا انا كده؟ امال انت فاكره ايه؟ انا كنت جبت كرش وهو